بعض الناس في السفر يترك جمع السنن ما عدا الوتر وركعه الفجر، هذا صحيح ام لا؟ ما عدا ايش؟ ما عدا الوتر ركعه الفجر وركعتين الفجر والوتر. نعم، الذي يدعو الصلاة النافلة في سفره قد فاته خير كثير، لأن صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل، إلا ثلاث سنن، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الثلاث السنة لا تصلى في السفر. فإن قال أنا جئت إلى المسجد أنتظر الجماعة، أنتظر مجيء الإمام، فهل تمنعوني من الصلاة؟ نقول لا تمنع، صل ما شئت، لكن لا تنوي أنها هي الراتبة، إنها نفلا مطلقة. وهذا يحتاج الإنسان إليه في الحرم، في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فنقول صل ما شئت من النوافل، جعلها نوافل مطلقة.